نتمنى المظاهرة هذه تقف في أقرب وقت وتستجيب الحكومة المطالب متاع الشعب، ونتمنى معتها يرجع كل شيء لمجاريه، وماذا بينا معتها تصير وفاق بين الشعب وبين الحكومة، خلي الدواليب الدولة ترجع تخدم، ومعتها الاقتصاد قاعد متضرر، طيب ماذا بينا الناس كل ترجع تخدم مع رواح. معناها المشكلة اللي يفهمها من العالم كامل اللي الشعب اللي عمل الثورة معناها على الطاغية ما نعملوش اللي كونه هارب الدكتاتور وبقيت آلة الدكتاتورية، معناها بقايا النظام الفاسد اللي موجودين واللي يرعوا المصالح نتاع الإمبريالية واللي يقمعوا منها في الشعب واللي معناها عاملين عصابة، هذا ما يلزمهم يمشوا. Perhaps they are going to solve our problems. So why are we going to go on strike? Okay? If they listen to us, if they deal with our problem, we are not going to go on strike. We are going to work. Okay?